المشاهدين الأعزاء أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالوا لي بتحب مصر؟ قلت مش عارف، أصل المحبة بسيطة ومصر تركيبة. مصر حلوة ومرة وشرحة وكئيبة، وأنا اختصر مصر بالشمس وأقول شمعة، ولا اختصر مصر واندة مصر يا حبيبة. بلدنا حلوة بينا كلنا، هنبنيها بعزمنا ودمنا وعلمنا، بالعلم ترتقي الأمم. المشاهدين الأعزاء، في قاموس النجاح هاء العزيمة تكتب عينا. معايا ومعاكم في رحلة نجاح الأستاذ الدكتور حسام سمير عمر والأستاذ الدكتور السيد شريف. الأستاذ الدكتور حسام سمير عمر رئيس قسم المناهج بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة. عفوا الأستاذ الدكتور السيد شريف الرفاعي، السيد عبد القادر شريف الرفاعي. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا. ومعايا الأستاذ الدكتور حسام سمير عمر، أهلا بحضرتك يا دكتور. في البداية المشاهدين محتاجين يعرفهم مين هو الدكتور السيد عبد القادر شريف عمر. تفضل يا دكتور. أهلا وسهلا أستاذ دكتور السيد عبد القادر شريف، أستاذ أصول تربية الطفل ورئيس قسم العلوم التربوية بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة. تمام. برضه معانا الدكتور حسام، اتفضل يا دكتور عرف المشاهدين بحضرتك. دكتور حسام سمير عمر، أستاذ أصول تربية الطفل المساعد، وبشرف بإني قائم بعمل رئيس قسم العلوم التربوية في كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة دمنهور. الدكتور سيد، مش هنبني من غير أساس، محتاجين نعرف الأساس اللي حطيته في البلد دي شكله إيه؟ ده أساس قوي وأساس صلب الميراث ومر به مراحل عديدة جدا. إحنا أول ما تعيننا مدرسين بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة، مرينا برحلة كفاح مريرة عشان يتم البناء العلمي والمنهجي بشكل سليم. فطبعا بعد سنوات معينة رقيت لأستاذ مساعد، وقمت بعدها سافرت للمملكة العربية السعودية يعني عدة سنوات. في حياتك رحلات؟ رحلات كثيرة جدا. المحطات الرئيسية فيها بعد الجامعة والحصول على البكالوريوس علوم وتربية. تمام. كنت الأول على دفعتي، وفي الفترة دي ما كانش في تعيينات معيدين سنة قبلي وسنتي وسنة بعدي. تمام. فكان البديل إن أنت تستكمل مسيرة الكفاح، فدخلت الجيش، وفي نفس الوقت كنت بدرس دبلوم خاص في تربية وعلم النفس. خلصت الجيش، بعدها بثلاث شهور كنت بمتحن الفرقة الثانية الدبلوم الخاص في التربية وعلم النفس، وبعدها على طول دخلت على الماجستير، سجلت ماجستير، حصلت على الماجستير بعدها بثلاث سنوات. تمام. ثم استمرت رحلة الكفاح بتسجيل الدكتوراه في أصول التربية، وبعد سنوات قليل حصلت على درجة دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص أصول التربية. في الفترة دي كلها أنا كنت استلمت العمل عشان أقدر أوازن بين الحياة العملية والعلمية كمدرس ثانوي كيمياء. يعني بدأت حياتك كمدرس ثانوي؟ طبعا، لان ما كانش في تعيينات في الفتره دي بالكليه، فعشان نقدر نوازن بين الحياه دي والحياه دي، فاستلمت العمل بعد انتهاء فتره الجيش والحصول على الدبلوم الخاص في التربيه. قعدت حوالي 8 سنوات ل9 سنوات مدرس ثانوي كيمياء. يعني البدايه مدرس وما خلاص ما وقفتش؟ لا لا لا، المسار ماشي متوازي. ماشي متوازي. التدريس مع بجانب التحضير الماجستير والدكتوراه. رحلة كفاح مزدوجة ومثيرة، وكانت بتضرب بجذورها العميقة في الأرض عشان تكون تبني نفسك عصاميا. بعد الحصول على الدكتوراه تقدمت للتعيين كمدرس في أكثر من مكان. فجاء أول مكان قدمت فيه كنا حوالي 13 واحد، تم اختياري أنا من بين ال 13 واحد مدرس بقسم العلوم التربوية بكلية رياض الأطفال جامعة القاهرة. كان الأول اسمها رياض الأطفال.
فأنت مدرس، بعدها بأسبوع جاني تعيين في مكان آخر في جامعة الأزهر بكلية التربية، ولكن أنا قلت لهم اللي سبق قال النبأ. قال النبأ إزاي ومش إزاي وأنت ابني ومش عارف إيه، قلت لهم خلاص هنا يعني. استمرت رحلة العطاء، كنت حريص على إن أنا أستمر العمر ما يضيعش مني، فعملت أبحاثي وتقدمت بعد 5 سنوات للجنة العلمية للترقيات. تمام. ثم رقيت لأستاذ مساعد، وبعدها سافرت المملكة العربية السعودية في جامعة الملك فيصل، قعدت 6 سنوات وعملت بحوثي وأنا هناك للترقية لدرجة أستاذ. جيت سنة 2011 تقدمت بالإنتاج العلمي فتمت الترقية لدرجة أستاذ أصول تربية الطفل، وكان أول واحد، أول أستاذ على مستوى مصر والوطن العربي يتم ترقيته في هذا التخصص. أول أستاذ على مستوى مصر، على مستوى مصر والوطن العربي يتم ترقيته في هذا التخصص، في هذا التخصص أصول تربية الطفل. أصول تربية الطفل بالضبط كده. وبعدين بقيت كانت جامعة القاهرة، جامعة القاهرة اللجنة العلمية. وبعدين تخلطت من يومها منصب رئيس قسم العلوم التربوية قرابة 10 سنوات حتى الآن، 10 سنين. يعني إصرار، عزيمة، تحدي، كفاح. وعرض علي وكالة الكلية للبيئة ولكنني رفضت. لماذا؟ لأن أنا مش هلاقي نفسي في خدمة المجتمع والبيئة. أنا يعني طلبت الدراسات العليا عشان تبقى المسار بتاعي كله البحث العلمي، مهتم بالبحث العلمي بالضبط والتأليف. أنا لي 14 مؤلف منشور في أصول تربية الطفل. 14 مؤلف منشور، 14 مؤلف منشور في بالزبط. أصول التربية، أصول تربية الطفل، تربية الطفل بالضبط. ومنهم 2 باللغة الإنجليزية، 2 باللغة الإنجليزية بالضبط كده. يعني معانا عملاق من عمالقة التربية في مصر، و 32 بحث علمي منشور، و 80 رسالة علمية مناقشها ما بين ماجستير ودكتوراه. 80 رسالة علمية، هذا إعجاز وإنجاز في الفترة 9 سنوات ناقشت فيها 80 رسالة. قد يرجع ذلك إلى ندرة التخصص بتاعنا، زي ما قلت لحضرتك بدأت مسيرة العطاء وانتشرت، وكان في شغل جامد جدا، وما زلنا حتى الآن في لب العطاء العلمي في مصر لبناء الإنسان الذي نؤمن به، أن مصر مش هترتقي إلا ببناء البشر. إعجاز وإنجاز الدكتور السيد قادر شريف. بالنسبة للدكتور حسام سمير، قصتك مختلفة عن الدكتور السيد ولا متشابهة؟ عايز أبدأ الأول بأن أشكر حضرتك وإدارة البرنامج وفريق العمل والقناة على استضافتي. سعيد جدا بوجودي معاكم، وطبعا سعادتي مضاعفة بوجودي مع أستاذي. أكيد طبعا. سعادة الأستاذ دكتور السيد عبد القادر شريف، أحد علماء أصول تربية الطفل في مصر. قصتي ممكن تكون يعني متقاربة مع متقاربة أستاذي. بحكم المجال زي بعض. المجال قريب جدا بعضه، لكن أنا عندي محطتين مهمين جدا في حياتي. إيه المحطتين المهمين في حياة دكتور حسام؟ المحطة الأولى، أنا بعد ما خلصت البكالوريوس وبدأت في مرحلة الماجستير في كلية التربية جامعة المنصورة. طبعا الكلام ده كان مع أستاذي سعادة الأستاذ دكتور جابر محمود طلبة، وهو برضو أحد الأساتذة الكبار أصحاب المدارس العلمية في أصول تربية الطفل. بدأت معاه رسالة الماجستير، ثم بعدها عين الدكتور جابر مديرا لمشروع الطفولة المبكرة في وزارة التربية والتعليم، وده كان أكبر مشروع في الوطن العربي في الشرق الأوسط كله. كان المشروع قرابة 100 مليون دولار، وكان الدكتور جابر في الوقت ده محتاج حد 3 معاه، كنت أنا أحد هؤلاء الثلاثة. كنت مسؤول عن تطوير الجودة في منظومة رياض الأطفال على مستوى الجمهورية. كنت مسؤول أيوة. عن تطوير منظومة التعليم في الجودة برياض الأطفال، برياض الأطفال على مستوى الجمهورية، على مستوى الجمهورية. الموضوع كان معقد شوية، كانت في الفترة دي مفيش مناهج معمولة بطريقة علمية، ما كانش فيه معايير، ما كانش فيه تدريب قائم على احتياجات المعلمات. كنا محتاجين ثورة في فكر رياض الأطفال. طبعا بنينا على اللي موجود، لكن استقينا بعض الخبرات من الدول العربية والدول الأجنبية. سافرت كتير جدا، لفيت جبت الخبرات. إيه البلاد اللي سافرت فيها والمحطات في حياتك؟ أنا سافرت دول عربية كتير، سافرت لبنان، سافرت الأردن، سافرت ليبيا كدول عربية، سافرت عمان، سافرت أوروبا، رحت السويد برضو مش متذكر قوي، بس رحت طبعا كندا، وكانت محطة مهمة جدا، لأن في كندا
كان عندهم، كان هم متقدمين جدا في مجال رياض الاطفال، وكانوا وصلوا بالمستوى الاستيعاب على المستوى على مستوى رياض الاطفال الى 98%. احنا كنا بادئين المشروع والاستيعاب يعني عدد الاطفال اللي داخلين رياض الاطفال لا يتعدى 13% ده بالنسبه لمصر، بالنسبه لمصر. فكان ما كنا محتاجين نقله كبيره جدا في بناء الفصول، محتاجين مناهج جديده، محتاجين نعمل معايير تكون اساس علمي لتطوير رياض الاطفال في كافه المجالات. الحمد لله كنت انا يعني مع اساتذتي ومع زملائي في المشروع مسؤول عن، عملنا معايير علميه، المعايير دي اتبنى في ضوئها مناهج. اتعمل اول منهج لرياض الاطفال منظم كان اسمه حقي العب واتعلم وابتكر، كان منهج يعني جيد جدا، كان نواه للمنهج الحالي اللي هو تم تطويره. عملنا معايير، عملنا تدريبات لكل العاملين في المنظومه، الموجهين، المعلمات، المديرين، حتى اتقابلنا مع اولياء الامور، يعني خدنا اراء كل الناس المرتبطه برياض الاطفال. دي كانت محطه مهمه جدا، محطه وجودي في الوزاره. محطه وجودك في الوزاره؟ لان طبعا كنت يعني حاولت ان انا اساهم مع زملائي في الوزاره ومع طبعا قيادات الوزاره ومع الجهات الاجنبيه اللي كانت مموله للمشروع، البنك الدولي وبرنامج الغذاء العالمي والوكاله الكنديه للتنميه الدوليه، ان احنا نعمل تطوير ونسف لمنظومه رياض الاطفال وتحديثها مره اخرى. دي كانت مرحله مهمه جدا، مرحله الوزاره. مرحله الوزاره اللي كانت من 2005. اهم دور في حياتك اللي هو مرحله الوزاره. طبعا، لان هي كمان كان لها دور كبير جدا في تكويني وفي تشكيلي. سافرت بره طبعا، زادت عندي مهاره التعامل باللغه الانجليزيه، اتفرجت على ازاي الناس بتتعامل، ازاي الناس بتبني المناهج، اسلوب يعني طرق التعليم والتعلم الحديثه في رياض الاطفال. والحمد لله انا ماشي على النهج ده، الحاجات اللي اتعلمتها بحاول اوصلها للطالبات بتوعي في كليه رياض الاطفال. اما المحطه الثانيه بقى، محطه التعيين في كليه رياض الاطفال، كان كل الكليات اسمها كده الاول، كليه رياض الاطفال، ثم تم تحديث او تطوير الاسم الى كليات التربيه للطفوله المبكره. تعينت من 2012، الحمد لله ترقيت سنه 2017 لاستاذ مساعد، ومن اول 2018 حتى الان وانا بتشرف انه سعاده الاستاذ الدكتور رئيس الجامعه واستاذ عميد الكليه حاطين ثقتهم فيا، وما زلت حتى الان رئيسا لقسم العلوم التربويه بكليه التربيه للطفوله المبكره جامعه دمنهور. نروح للدكتور سيد، منظومه رياض الاطفال في مصر حصل فيها طفره فعلا؟ اكيد اكيد، يعني منظومه رياض الاطفال زي ما الدكتور حسام قال، احنا كنا قبل 2007 2006 كانت العمليه ماشيه بشكل عشوائي، مفيش اسس علميه راسخه احنا متبعينها. ولكن لما مشروع التطوير ده حصل فعلا، فجبنا اكبر اساتذه في المجال وقلنا لهم نقعد ونشوف اسس بناء المناهج بتبقى ازاي بما يتناسب مع الطفل والخصائص النمائيه بتاعته وتلبيه احتياجاته المختلفه في المجالات الوجدانية والمعرفية والمهارية عشان نبني منهج علم. فتعمل منهج فعلا، حق ألعب أتعلم أبتكر. ليه؟ لأن مرحلة رياض الأطفال البعض بينظر إليها أنها مرحلة تعليمية نظامية، هي ليست كذلك. مرحلة رياض الأطفال هي الأساس، هي مرحلة استعداد، بناء قدرات واستعدادات الطفل، برسخ شخصية، بشكل عجينة عشان الطفل ده أبني صح يطلع يتعلم صح. فهي ليست مدرسة. دكتور السيد احنا معانا اتصال، اتفضل. معانا الدكتورة أميرة جاهزة؟ جاهزين؟ ماشي، اتفضلي دكتورة أميرة. السلام عليكم. وعليكم السلام، مساء الخير يا استاذ هاني، على حضرتك وعلى الاساتذة الكرام، منورين الدنيا. ربنا يخليك يا رب. ازيك يا دكتورة أميرة؟ طبعا الاستاذ الدكتور السيد عبد القادر بتسعى كلية التربية للطفولة المبكرة تواجد حضرتك في المناقشات العلمية، وبنتمنى دايما بتجديد اللقاءات، ودايما دكتور حسام بيتحدث عن حضرتك بكل خير. ربنا يخليك، ربنا يطمن عليك. شكرا. استاذي الاستاذ الدكتور حسام سمير عمر، رئيس قسم العلوم التربويه، من اكثر الاساتذه احتراما اطلاقا، تواضعا، نصحا، ارشادا والتزاما. يعني نقدر نقول ان الاستاذ الدكتور حسام عمر حصيله لكل ما يبلغ الفخر.
الله يبارك فيك، ده من ذوقك والله. فأكيد بنشكر حضرتك كمان يا أستاذ هاني على الحلقة الرائعة دي. تسلم يا دكتورة أميرة. طبعا اتصال رائع من الدكتورة أميرة، نشكرك يا دكتورة أميرة. تعليق حضرتك على الدكتورة أميرة؟ هي أميرة طبعا يعني أختي الصغيرة، معيدة معايا في القسم، لكن من الناس الشاطرين جدا جدا، اللي كانت نابغة في مرحلة البكالوريوس، ان شاء الله هي دلوقتي في مرحله الماجستير، تقريبا قربت ان شاء الله تناقش وتبقى مدرس مساعد. شخصيه مهذبه جدا ودؤوبه، وان شاء الله هتكون استاذ من الاساتذه الكبار في مجال تربيه الطفل باذن الله. اكيد طبعا. وبعدين بشكرها طبعا على الكلام اللي قالته ده، يا رب اكون عند حسن ظنهم كلهم فيا. يعني هو فعلا رياض الاطفال هو الاساس او اللبنه الاساسيه طبعاً لبناء وتشكيل مصر. فحضرتك شايفها ازاي، او التطور في الرياضه في مرحله رياض الاطفال يا دكتور راسل؟ هي الفكره كلها زي ما حضرتك بتقول ان ديت بدايه التكوين الشخصيه الانسانيه، وبالتالي لازم يتم العنايه والرعايه والاهتمام بهذه المرحله. ومن اول العقبات اللي بتعترض تطوير المرحله دي هي عدم ادراكها في السلم التعليمي. يعني في عقبات طبعا. ايه العقبات اللي انت شايفها وازاي نقدر نزللها؟ انا بقول لحضرتك اول حاجه لابد من ادراك هذه المرحله في السلم التعليمي، ان تكون بدايه السلم التعليمي. يعني هي حاليا مرحله منفصله خارج السلم التعليمي. خارج السلم التعليمي يعني بمعنى ان الطفل ممكن ما ياخدش الكي جي 1 ولا الكي جي 2 ويروح يقدم في الابتدائي، يقبل عادي عادي طبعا. انما هنا لازم احنا نخليها هي بدايه السلم التعليمي. طبعا عشان نعمل كده دي عايزة ميزانية وعايزة ضخمة جدا. عشان ايه؟ اول حاجة البنية المادية اللي موجودة للاستيعاب حاليا لا تتعدى 30% من الاطفال في سن كي جي 2 وكي جي 1. فانا عشان ادركها لازم اعمل روضات كتيرة جدا تستوعب الاطفال في سن ايه؟ رياض الاطفال. دي نقطة مهمة. بس احنا علشان حاجة عشان نبني اساس صح واساس قويم لازم نحط الاساس كويس وندرجه، ما نهملهوش. ما هو كل حاجة لها تبعات ومتطلبات. تمام. زي الميزانيه المطلوبه عشان اعمل ده تفوق قدرات الدوله. الحاجه الثانيه المعلمه، لازم يعني احاول ازلل الصعاب امام النمو المهني لمعلمه رياض الاطفال، اديها حاجه اسمها السوشيال ستيتس، المكانه الاجتماعيه بتاعتها. ما حقرش من شانها تتكسف تقول انا معلمه رياض الاطفال، لا لا، لازم احنا نميزها بشكل مادي حتى نزودها عشان يبقى في اقبال على المهنة. هو حصل تزويد فعلا لهم في الفتره اللي فاتت؟ حقيقي. هو طبعا حقيقي. يعني معالي الوزير اهتم بيهم الفتره اللي فاتت. هم كانوا يعني مع بدايه، انا اسف دكتور سيد مقاطع حضرتك، لكن هم كانوا قبل المشروع بتاع الطفوله اللي هو من 2005 ل 2012 كانوا فعلا مهمشين شويه، وكان في تفرقه ما بين مدرس معلم تربيه الاطفال ومعلم الابتدائي ومعلم الاعدادي والثانوي. جاء قانون المعلمين 155 وساوى الجميع، الا انه تداركنا ده لما اتعمل المنهج الجديد. معالي الوزير ضاف فعلا حافز كبير، يعني هو طبعا لا يتناسب مع اللي هم بيعملوه صراحه. اكيد طبعا. يعني هو لو اخذوا اكتر من كده 20 مره مش هيكفيهم، لكن هو يعني ميزهم الى حد ما بانه ليهم حوافز زياده شويه عن بقيه المعلمين. لكن هي القضيه مش بس ان احنا، القضيه ضخمه، لان احنا محتاجين عشرات الالاف من القاعات، عشرات الالاف من القاعات على مستوى الجمهوريه محتاج تمويل ضخم جدا، محتاج شراكه، محتاج دعم من المجتمع. الوزاره بتبذل مجهود لكن محتاجه كمان دعم مجتمعي. الدكتور طار الشاوي عامل انجاز في منظومه الرياضه، عامل نقله نوعيه. عامل نقله نوعيه فعلا. طبعا ده مهم جدا، بس انت عشان تبص لها من المنظور العلمي دي عايزه ثوره. صحيح. ثوره في البنيه التحتية لمنظومة رياض الأطفال، من حيث توفير القاعات التي تستوعب الأعداد في سن كي جي 1 وكي جي 2، من حيث إعداد المعلمات المتخصصات والمؤهلات علميا وأكاديميا إنها تتناسب عشان تبني الأساس صح، عشان تبني الأساس صح، من حيث التمويل، ومن حيث إحداث نوع من نقلة نوعية في الشراكة المجتمعية. أنت عندك رجال أعمال كتير جدا، يعني احنا بندعو رجال الاعمال انهم يشاركوا ويساهموا. يساهموا عشان اصل الدوله مش لوحدها، مش هتقدر. اكيد طبعا مش هتقدر، لان دي عمليه يعني حمل ثقيل بمعنى اصح. ودي منظومه في اوروبا اللي بتتعامل مع الاطفال بتكون واخده ماجستير او دكتوراه. ماجستير او دكتوراه، لانها بتبني، والبناء ده عليه تبعات صعبه جدا وبتميز.
وبتميز عن مراحل التعليم الاخرى. صحيح. يعني بنقول لو بتحبوا البلد ديت شاركوا ساهموا البناء ساهموا وساعدوا في البناء. بالظبط. هو بس في نقطه بحب اضيفها، ان انا لما عملت الجولات العلميه الخارجيه دي اكتشفت ان في حاجه احنا برضو بنتميز فيها، رغم ان مثلا بعض الثغرات عندنا، يعني عندنا مميزات طبعا، عندنا ميزه كبيره جدا. مفيش دوله في العالم تقريبا، يمكن بعض الدول صارت على النهج ده، لكن في الفتره دي ما كان فيش دوله في العالم كانت بتخرج معلم رياض اطفال متخصص في رياض الاطفال. اكيد طبعا. المعلمين في مرحله رياض الاطفال في كل الدول الاوروبيه، في كندا، في امريكا، بيكونوا في كليات التربيه، بيتم اعدادهم زي كل المراحل التعليميه. لكن المعلمات رياض الاطفال في مصر كان في كليات متخصصه، ودي حاجه احنا بنتميز بها، وعشان كده معلمه رياض الاطفال بتخرج مؤهله تاهيل علمي، محتاجه بس بعد كده المتابعه، محتاجه التدريب والنمو المهني المستمر والمساعده طبعا من الدوله في الدعم المادي. الوقت معاكم بيجري بسرعه، واللقاء جميل جدا في وجود الاستاذ الدكتور السيد شريف، السيد شريف، ومعالي الاستاذ الدكتور حسام سمير عمر، على وعد ان اللقاء يتجدد معاكم باذن الله. ان شاء الله. وان شاء الله ان شاء الله اللقاءات يعني كثيره وهتتجدد، ونمتع المشاهدين ونحط ايدينا في ايد الدوله ان شاء الله، والمجتمع كله يتكاتف علشان يبني البلد دي. مصر محتاجه ان احنا محتاجه شراكه مجتمعيه. بالظبط كده. كل حد فينا لازم تكون له بصمه في اكيد لازم كل واحد يكون له بصمه، واحد فينا ساعد وله بصمه، ان شاء الله البلد دي هتنهض ان شاء الله. مصر هتتقدم ومصر هتنهض ومصر هتبقى جميله بينا كلنا ان شاء الله. المشاهدين الاعزاء، لقائي مع الاساتذه الدكاتره رؤساء اقسام، احنا بنهتم في برنامج خطوط بيضاء بالعلم، بنهتم في خطوط بيضاء ان البلد ديت تنور الدنيا كلها. في خطوط بيضاء حلمنا بيكبر، ايديكم في ايدينا، ايديكم في ايدين البلد ديت، مصر حلوه بينا كلنا. المشاهدين الاعزاء، الى هنا قد وصلنا الى نهايه حلقه اليوم، اترككم في رعايه الله وامنه، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.